حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سي بابي حبيبي يا بابي. عايز ايه؟ في واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ينظموا الجدع اللي هو بره ده نصابه ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض، ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي يا حاج. ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج، يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تخشبنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوة عزيزة، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا، يبقى مات هو ده مات. انا تحت امرك يا سعادة الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعادة الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا يلا يلا، شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه تقطع اللحمه. اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا، كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج حاج، معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت. اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزه. صوت يا وردة. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على أفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حج 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 إيه؟ حج يلا يحرق الحج، واللي جابوا الحج في يوم واحد ده ختمالي ختمة وحشة. لما المؤاخذة يا ابني، الأذن الوسطى بتخليني أخرف. شدني يا حضرة الضابط. ما شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. ما تزهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها بسلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش، سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا، انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الضابط، امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه. وجوهرتكم المكنونه. انت هتقول لي قصيده شعر؟ من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استاذن يا عمي، ندائي الواجب. خير يا حضره الضابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يعني؟ قوم. لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الدليل؟ معلش معلش، أصلها رقيقة أوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ ما أعرف عبد الجليل منين، أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي، زي البق في البطانية. بس بشرفي هنقيهم بقى بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه ايه رجع ايه في الليله السوداء دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك، وسلم لي على والدك.
يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. تفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. انا بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. انت مع السلامه. انت بتشاوري له وافهمها. بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارف ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبله يا بنت. مش هحبه يا بابا. بتقهر امك ورحمه امك ما انت متجوزاه. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركة، مش هتوافق وحياة أمي اللي هتجوزه وأهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى أفهمك الصح، ما تنسيش بقى يا حلوة إن أنا مضيك على وصولات أمانة وممكن أحبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكرة الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانوية العامة بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات أمانة وماسك عليك السيديهات ومسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها، اوعي تعكسي السرير. تكنيله بت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرف ده يا ام الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. انا مش صعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حبيبي. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود، ضابط شرطه.